Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На кровь! السلام عليكم واهلا بكم. يوم 9 من مايو هو يوم النصر، تحتفل فيه روسيا الاتحاديه بعيد النصر اللي هو يعتبر بالنسبه لهم هو يوم عظيم جدا، اللي انتصر فيه الاتحاد السوفيتي على النازيه. روسيا او الاتحاد السوفيتي تحديدا يا جماعه قدموا ارواحهم او مات في الحرب امام النازيين وامام الالمان ما يقرب من 25 مليون شخص، منهم 8.5 مليون شخص عسكري والباقي مدنيين، فهي تقريبا اكتر دولة كان فيها عدد تضحيات وعدد ضحايا سواء من العسكريين او المدنيين. وفي النهاية الروس دخلوا في قلب برلين، رغم ان كانوا هم اساسا الروس او الاتحاد السوفيتي كان في الوقت ده هم داخلين على برلين كان المفروض يبقى يلاقوا دعم من الامريكان من جبهة تانية، ولكن الامريكان ما عملوش كده. ولكن على كل حال الروس هنا اثبتوا امام العالم ان هم انتصروا على القوة دي. والنهاردة او تحديدا لما تم الاحتفال السنة دي بعيد النصر ده كان مختلف عن كل سنة فاتت، لان الروس النهاردة بيمروا بالحرب مش امام الاوكران. خلينا بقى نبقى اكتر واقعي، النهاردة الروس بيقوموا بالحرب دي امام دول الناتو بالوكالة مع اوكرانيا زي ما احنا متفقين، لان احنا كلنا عارفين ان كل دول الناتو بما فيهم امريكا مقدمين لاوكرانيا كان في الاول اسلحه دفاعيه، بعد كده تطورت الى اسلحه مضاده للدبابات، اسلحه مضاده للطائرات، الغام، مدافع، اصبحت هنا الاسلحه من اسلحه متوسطه الى اسلحه ثقيله، مال، دعم استخباراتي مفتوح تماما، دعم غير عادي لدرجة حتى ان الفرقاطة الروسية اللي تم تدميرها او المدمرة الروسية اللي تم تدميرها هو كان طالع في الفترة الاخيرة ان الامريكان معروفة ان هم ساعدوا الاوكران، لكن مفيش دليل على ان الامريكان هم قدموا كده. طلع وزير الدفاع الامريكي وقال والله احنا بنقدم معلومات استخباراتية عادية، لكن احنا ما قدمناش تحديدا على المركب الروسي خالص يعني او السفينة الروسية نهائي، بتكلم على موسكفا. وبعد كده جه رئيس الاركان لما تم سؤاله في الكونجرس، رئيس الاركان الامريكي لما تم سؤاله داخل الكونجرس الامريكي قال احنا كنا فاتحين جبهات من المعلومات غير عادية، فده بيبين ان دول الناتو بيحاربوا بالوكالة رسميا امام روسيا. روسيا بتحارب الاستخبارات بتاعتهم. العقوبات الاقتصادية الغير مسبوقة في التاريخ على اي دولة، حتى كوريا الشمالية ما شافتش عقوبات اقتصادية زي اللي بتمر بيها روسيا، ورغم كده واقفة وصمدة. فاذا الروس كأنهم بيحاربوا كل القوى الغربية. فالنهاردة الاحتفال بعيد النصر هو مختلف تماما. كل كانت الصحف العالمية متوقعة ان بوتين النهاردة هيوري لهم العين الحمراء وان هو هيعلن الحرب النووية، لدرجة ان في بعض التكهنات قالوا ان هم هيجيبوا الاسرى الاوكران ويمشوهم في وسط الساحة في الساحة الحمراء في موسكو امام العالم، وبيحسسك كأنك بتتفرج على فيلم ده جلاديتور وهم ماسكين قطيع من العبيد وبيمرروهم. ولا النهاردة الرئيس بوتين طلع كان كلامه واضح وليه محدد، ولكن كان في رسائل برضو من تحت الحزام ترعب العالم كله. خليني كده اقول لحضرتك الرسائل بتاعت الرئيس بوتين النهاردة كانت واضحة، اللي هو بيتكلم على ان احنا كانت الحرب دي كانت لازم كده كده ندخلها، لان الغرب كان ناوي انه هو هيحاربنا، ولو ما كناش احنا حاربنا كان الناتو هيحط الاسلحه بتاعته في اوكرانيا واول ضربه هيوجهها لاقليم الكرم. وزي ما احنا عارفين ان اقليم الكرم ده بالنسبه للروس مساله حياه او موت، هو المنفذ الوحيد ليهم على البحر الاسود، فلا يمكن ابدا ان هم كانوا هيسمحوا بيه. ده بالاضافه رئيس روسي بوتين النهارده كان كلامه واضح ايضا فيما ما يتعلق باقليم الدنباس، قال احنا رحنا علشان نحرر اقليم الدنباس من النازيين الجدد. والنهارده في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه المصنع ازوفستال اللي في ماريوبول بيتم اقتحامه من القوات الروسية حاليا، ووزارة الدفاع الأوكرانية بتعلن ذلك. فكانت الرسائل واضحة جدا من الرئيس بوتين ان احنا يا جماعة مش اصلا دعاة حرب، ولكن احنا بندافع عن نفسنا، احنا بندافع على الامن القومي. بس في حاجة، في بقى كام حاجة كده
Воздушно-космических сил России под руководством майора Игоря Иванова. Боевые характеристики комплекса делают его лучшим в мире среди систем противовоздушной обороны и позволяют поражать не только современные. طلع برضو بعض التكهنات اللي قالت ان الرئيس بوتين واضح ان تكهنات بتقول ان عنده مرض عنده كانسر وتكهنات ومسكه بدليل ان هو كان النهاردة حاطط بطانية تقيلة على رجليه وقالوا من الواضح جدا ازاي ده كان قاعد في وسط قدام المحاربين واللي قاعدين حواليه دول اكبر منه في السن ومحدش منهم استخدم بطانية اشمعنى هو ولكن يجي من الناحية التانية الرئيس بوتين النهاردة كان متقدم في مسيرة كبيرة جدا جدا بينفي فيها انه هو تعبان ماشي متمتع بصحته طب وهو مثلا لو هو تعبان انا مش بدافع وارد جدا ان يكون في تعب وارد جدا تكون البطانية دي ليها مثلا مضادة للرصاص وحطتها على رجليه وعلى قدمي وارد جدا ما نعرفش ولكن وارد كده ولكن كده بس بقى المهم بقى سيبك من الحاجات دي النهاردة في كذا حاجة كانت مهمة غير الأسلحة كمان الباليستية اللي كانت بيستعرضها الروس النهاردة في الساحة وغير التنظيم الغير عادي والتنظيم الفائق من الجيش الروسي في الساحة الحمراء النهاردة وزارة الدفاع الروسية أعلنت إنها كانت بتستعرض طائرة يوم القيامة وطائرة يوم القيامة دي المفترض اللي هي بيستقلها وبيركبها الرئيس الروسي في وقت اندلاع الحرب النووية وبيدير منها البلاد وبيدير منها العمليات وبيدير منها كل الضربات اللي بتحصل على الدول الأخرى من خلال الطيارة دي طيارة غير عادية بإمكانياتها سواء الحرب الإلكترونية أو التشويش وطبعا الطيارة دي ما بتتحركش لوحدها الطيارة دي بيتحرك معاها أسطول وسرب من الطيارات المقاتلة وبيبقى امبارح كمان صدر تصريح كان في غاية الأهمية وهو تصريح مسؤول رئيس وكالة الفضاء الروسية رئيس الوكالة هو طبعا مش واحد أي كلام طلع تصريح قالك إيه قالك إحنا مستعدين إن إحنا أو نقدر إن إحنا نضرب دول الناتو كلها نووي في نص ساعة وقال بعد كده في الكلام بس يا جماعة احنا ما بنتمناش ان احنا نوصل للمرحلة دي لان دايما في الحرب النووية بيبقى الناس كلها خسرانة واحنا هنستخدم الاسلحة التقليدية في الانتصار على العدو الكلام كان كده طيب هل بقى السؤال هنا هل فعلا الروس قادرين على ان هم يضربوا دول الناتو في نص ساعة لو اتكلمنا على استراليا اليابان دول اوروبا بالصاروخ بتاع سارمات اللي روسيا استعرضته اخيرا في الفترة الاخيرة فروسيا قادرة فعلا انها تدمر دول اوروبية وامريكا واستراليا في نص ساعة اما امريكا هيتم توجيه الضربة ليها من خلال القطب الشمالي في مدة اكتر من نص ساعة لانها علشان تضرب كل الولايات الامريكية هي محتاجة اكتر من صاروخ رغم ان الصاروخ الواحد السارمات سرعته 18 ألف كيلو متر في الساعة بيشيل أكتر من 10 رؤوس نووية بيشيل حوالي 12 رأس نووية وكل رأس نووية تعادل أضعاف الرأس اللي نزلت على هيروشيما أو ناجازاكي ولكن بقى هنا هل فعلا روسيا تقدر تعمل كده؟ خلينا نستعرض إن نيتو ما عندهمش نووي في أوروبا أنا بتكلم في أوروبا غير عندنا دولتين عندنا انجلترا وعندنا فرنسا انجلترا عندها 4 غواصات نووية وايضا فرنسا عندها حاملة طائرات وعندها اسلحة نووية ولكن اوروبا المدى بتاعهم بيبقى ما يتعداش 13 الف كيلو خد بالك الصاروخ مدى الصاروخ اللي بيشيل الرأس النووية من دول النيتو من داخل اوروبا ما يتعداش 13 الف كيلو والصاروخ علشان ينطلق ويضرب في قلب روسيا هياخد من ساعة لأكتر من ساعة فطبعا هتكون أساسا الصاروخ بتاع سارمات يقدر يضرب في لندن من موسكو في لندن حوالي قالك تلت ساعة بالظبط ده حسب الكلام لأن في 3 منصات نووية لسارمات موجودة في قلب موسكو فبالتالي أول حاجة روسيا قادرة على المباغتة رقم 1 رقم 2 ان كل الدفاعات الجوية وانظمة التشويش والاعاقة اللي في دول النيتو ما تقدرش تعترض صاروخ سارمات بينما كل الصواريخ من النيتو اللي لو توجهت على روسيا روسيا عندها صواريخ وانظمة الدفاع الجوي اللي تقدر تعترض فمين الدولة اللي تقدر تقف قدام روسيا امريكا
امريكا هي الدولة الوحيدة اللي بتنافس روسيا في الردع الاستراتيجي والقدرات النووية، ولكن امريكا محتاجة ما بين 8 و10 سنين عشان تعزز دفاعاتها من ناحية القطب الشمالي امام صاروخ زي سارمات، فبالتالي تقدر روسيا بكل اريحية بصواريخ سارمات انها تضرب في قلب امريكا، وامريكا عندها الصواريخ اللي تقدر من خلال غواصات نووية، وامريكا عندها المنصات وعندها من الطائرات اللي بتشيل وعندها سواء الطائرات الاستراتيجية او اللي بتحمل صواريخ انها برضو تضرب في قلب روسيا، عشان نبقى واضحين مع بعض، ولكن المباغتة اسرع مع روسيا. ولكن النهاردة رغم كل ده بيجي يقول لك والله هو فعلا رئيس وكالة الفضاء هو راجل مش بيتكلم كده، هو راجل ده اكتر واحد عارف بالقدرات النووية، والحاجة التانية ان الشخص ده كان قبل كده نائب رئيس الوزراء. بس النهاردة الرئيس بوتين ما تحدثش نهائيا خالص في كلامه عن قصد عن حرب نووية نهائي نهائي. حتى وزارة الدفاع الأمريكية كمان بتتكلم وبتقول والله احنا مش شايفين ان روسيا في حالة تأهب قصوى نوويا. هم اعلنوا لكن هم مش حالة تأهب قصوى. ولكن بتيجي عندنا فنلندا والسويد وبيقولوا يا جماعة احنا خلاص الشهر ده هنعلن نشوف بقى احنا هننضم للنيت ولا لا. بيطلع تصريح ايضا من نائب رئيس الخارجية الروسية وبيقول ان دخول السويد ودخول فنلندا في النيتو هيكون له عواقب غير محمودة. فالتصور الواضح جدا ان من الوارد ان الاوروبيين شايفين حجم التضخم وحجم المعاناة من الحرب دي، وكل دول النيتو بتعاند وبتقاوح ومش عايزين يبانوا قدام روسيا ان هم اضعف، فبالتالي بيحاولوا ان هم يطولوا في الحرب اكتر، ولكن اقتصاديا العالم كله بيعاني. فهل العالم عنده استعداد كمان انه يتحمل ضريبة حرب تانية وضربات من روسيا على فنلندا والسويد؟ ما اعتقدش. اللي انا شايفه ان النيتو هيتم الضغط على من نيتو على السويد وفنلندا، لا معلش نأجل الكلام ده، واذا تم الموافقة اعتقد ان هنا هيتم استخدام اسلحة استراتيجية، لان روسيا ما اعتقدش انها هتحارب حرب تقليدية في اكتر من جبهة. اتمنى ان المعلومات البسيطة دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، بشكركم جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، ما ننساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك على الفيديو، لو حضرتك اول مرة تشرفني اهلا وسهلا بيك، تنور وتشرف بالاشتراك في القناة، واشوفكم على خير. السلام عليكم.